مشهد لفت الأنظار، أنظار رواد مواقع التواصل، لأب أردني كان مثلاً أسمى لمعاني الأبوة والحنان، حيث ظهر مع ابنته في مشهد لن تنساه هذه الصغيرة طوال حياتها. أحمد عوض، مشاهدينا، الوالد الحنون ظهر في مقطع فيديو وهو يسرع لملء الفراغ الذي شعرت به ابنته أرياف خلال حفل مدرستها. الفتاة لم تجد زميلها الذي غاب عن الحفل، وكان من المفترض أن تكون رقصة معها ليتطوع الأب ويحل محل الطفل جابرا بخاطر ابنته التي فرحت بوجوده. الأب الحنون نال إشادات واسعة بتصرفه تجاه ابنته، حيث وصل للمسرح بسرعة ليكون بجانب ابنته مانعا عنها موقفا محرجا في طفولتها. أنا طلعت سيدي بدافع الأبوة، ويعني كان الهدف الوحيد إني أسعد بنتي، ويعني كان يعني شفت أنا مكسورة، وشفت أنا يعني محتاجيتني، وشفت أنا محتاجة سند، فأني حاولت إني أسعدها قد ما أقدر يعني. أحمد، طبعا أنت يعني أدفأت قلوبنا بهذا الفيديو، بس أنا حابة أحكي مع أرياف إذا في مجال. أرياف سمعتيني؟ روفة. حبيبتي، كتير كان رقصتك حلوة. وحبيت أسألك، أنت شو حسيتي هيك لما شفتي بابا فجأة بيركض وبيجي على المسرح عشان يرقص معك، لأنه أنت كنتي واقفة لحالك؟ أحكي لها يا بابا. أحكي. شو كان شعورك؟ انبسطتي هيك لما شفتي بابا عم بيركض؟ أحمد، خليني أسألك، بأنه اليوم هذا المقطع انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ماذا تعنيها رياف لأحمد؟ خليني أفهم، هذه البنت اللي وقفت، شو فكرت أنت وانت صاعد وانت نازل من المسرح؟ طيب أنت كنت رايح تجبر بخاطرها، لما نزلت من المسرح شو فكرت فيه؟ يعني أستاذي، رياف هي فرحة الأولى بالحياة، يعني الله يحفظها. بس أنا نسيت الناس، نسيت المسرح، نسيت الجمهور، فأنا حاولت جاهدا قد ما أقدر إني أسعدها. يعني حسيتك وكأنك أنت حافظ الرقصة من قبل بوقت، لأنك طلعت مباشرة وأخذت الوضعية الصح علشان تكمل الرقصة معها، لأنها كانت يعني زميلها مش موجود، على ما يبدو كان غايب يمكن عن العرض. كنت تعرف تفاصيل هذه الرقصة أو العرض اللي رح يقدموه الأطفال؟ للأمانة لا، ما كنت أعرف، بس أنا حاولت أني أطلع على الأطفال، أتفرج عليهم، بعمل زي حركاتهم. يعني زي ما بيعملوا الأطفال صرت بعمل زيهم، يعني أنا نزلت لمستوى أني صرت طفل عشان أسعد بنتي.